ديال هذا العام مزيانين الحمد لله، كل شيء مزيان والكتبه موجودين. هذا العام الكتبه موجودين، الثمنات نفس الاثمنه، ما كاينش شي شانجمون. واللي عجبنا كاع بزاف هما الكتبه واجدين هذا العام قبل من ما دخلوا الدراري المدرسه، ماشي بحال الاعوام الاخرين. هذه اول تجربه ليا اللي كناخذ الكتبه للولد عندي. بصراحه ما عرفتش الاثمنه كي كانوا قبل، المهم بلي ماشي شويه زايد على باش قرينا حنا كنا صغارين. الوقت بتلات راك عارف، جو سي با تكنيكمون لي بري ديال الكتبات لو ان تو بتي بو، مي ماشي غير هنايا، جلوبالمون في المارشي كامل واحد 5% جو بونس. ابخي انا ساليت القرايه، دونك جاشيت بروبر برينسيبالمون دي ليفر دو ريشيرش ان بو تري بوسي. اللي كان داير 600 درهم دابا كيدير واحد 660، بتات دي فوا 700. واه جلوبالمون عاوتاني جو بونس سي بتات لو كو ديال l'import des livres, les taxes aussi, la douane, je sais pas. باقي ما شريت، قلت لك شريت كتاب واحد، هذاك هو الثمن اللي كان قبل هو اليوم، ما شريتش شي كتابه بزاف. انا لقيت العمومي ولكن الخصوصي ما عرفتش واش كاين ولا ما كاينش. زين خديتهم كلهم، بقى لي غير هذاك اليوم. نقدر يكون يقدر يكون زياده حيت بابا اللي شراهم. لا خصوصي ما لاحظتش شي ارتفاع، ولكن مقررات ماشي كلهم موجودين، مطابع ماشي كلهم موجودين، غير خصك ترجع على مطابع اللي ناقصه. و مدرسة خصوصية ولا مدرسة خصوصية؟ الأسمنة ديال الخصوصية واش كانت ارتفاع من قبل 5 سنوات؟ في الحقيقة ما كانش ارتفاع الحمد لله. لمين بقيتي؟